مرحبا بكم في قناتي جيجا بيوتي. أتمنى أن يكون الجميع بخير. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو الجديد، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على لايك. خدمة جديدة لسحب معاشات المتقاعدين. سيكون بإمكان المتقاعدين سحب معاشاتهم عبر وكالات بنك التنمية المحلية، وذلك للذين لديهم حسابات على مستوى البنك المعتمد في الجزائر. وحسب بيان الصندوق الوطني للتقاعد، وقع جعفر عبدلي المكلف بتسيير إدارة الصندوق الوطني للتقاعد رفقة لمدير العام للبنك التنمية المحلية يوسف للماس على اتفاقية لتسهيل سحب معاشات 200,000 متقاعد، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقريب الخدمات البنكية وتسهيل الإجراءات وتخففها لفائدة المتقاعدين الذين لديهم حسابات على مستوى البنك المعتمدة في الجزائر. كما ستسمح هذه الاتفاقية بصب معاشات ومنح المتقاعدين في الأجال المحدد، وذلك سحبها بكل أريحية للمتقاعدين. وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أكد جعفر عبدلي أن هذه الشراكة تندمج في إطار سياسة قريب الخدمات من المواطن، وترمي إلى وضع في متناول المتقاعدين خدمات ترقى إلى مستوى تطلعاتهم، وذلك تماشيا مع التطورات الحاصلة. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة فضلا وليس أمرا. اشتركوا في القناة. انتظروني في فيديو جديد إن شاء الله.